اسال واحد يلا يا ايش اسمه نواف الشهراني موقف موقف احرجني وش الموقف موقف اللي تمنيت الارض تنشق وتبلعك موقف يا ابراهيم عادي ابحر فيه واتكلم ايه برا القريه طيب طول شوي مره رحت لا رحت اسمع يا ولد اسمع مره رحت للكليه بكروت فله اسمعني يا ولد انت وياه الله فله طيب رجع عند سالفه تبغاني اتكلم ولا اسكت اسلم ها رجال احد يقاطع هات مره رحت الكليه واول مره تعرف لي على ناس هناك سولف انا وياهم ما ادري ايش المهم ان عندنا بريك وحلفت عليهم ان اغديهم سوى نواف نفسه ما شاء الله يوم رحنا المطعم ودخلنا المطعم ادور الصرافات ادور الصرافات لا والله ما معي انا ركبت معهم وصرفتي في موتني يا سلام والعرب قدهم جالسين ينتظرون الغداء انا دور نواف ما تعين يا ولد منا ابغى ادق على الشايب غير انه في العماره ما ادري وين فين ما بيرد خواني اللي في دوامه واللي في ذا ما حد يرد يا ولد وش العلم واللي مع اخوات مو عليهم مره ماني امون عليهم والحساب مقدم يا ولد يا ولد اطلب ذا ايش اسمه الكاشير بعطيك اياها ساعه بس انتظرني يتغدى قالوا ما في ورزقني ربي بصاحب المطعم وادخل صاحب المطعم ايش عند الرجال ذا قال يبغاني اعطيه ببلاش قلت كذب عندي كذا وكذا وكذا كذا واعلم قال عطه ان جات منك فالله يحيها وما جات منك فتراك مسموح لين اخر الدنيا بيض الله وجهك قلت بيض الله وجهك ما جينا عايشه جبنا عايشه تغدى خلصنا ارجع البيت بس بس لا بدوش وارجع للسياره واخذ الصراف وارجع لو حاسب واضرب هذا الموقف اللي ودي اني انبلعته لا هو ده عاد يسوي انا وقعت فيه اي والله موقف يلا يلا الحين نظام جديد احطها في الجوال ما اعطني كرت ما شفني اختصر اختصر ابغى الكرت هذا السيد من هذا يلا مثل يا عيد امثل على اني وعبد الرحمن خلاص عطني حق احرجني ها حق احرجني تعال نواف تعال اصبر تعال نواف اجلس قدامي قدامي ايه انت مايك كوين ايش كم خصومات الجلسه ذي طيب